الفراولة المغربية تثير مخاوف المنتجين الإسبان وتدفعهم للضرب تحت الحزام. في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الأوروبية، عبر منتجو الفراولة في إسبانيا عن قلقهم المتزايد من الفراولة المغربية التي تغزو الأسواق بشكل متزايد. وفقا للصحف الإسبانية، دعت جمعية إسبانية التي تمثل مزارعي ومصدري الفراولة في منطقة هويلفا الإسبانية الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية على الفراولة المستوردة من المغرب. تعتبر هذه الدعوة جزءا من سلسلة من الهجمات التي يشنها المنتجون الإسبان ضد المنتجات المغربية. فالمغرب الذي استفاد من ظروف مناخية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية الزراعية أصبح لاعبا رئيسيا في السوق الفراولة الأوروبية، مما أثار استياء المنتجين الإسبان.